حسن كنا فوقنوني قلت لي بلي كنا رايحين بعيد ليكيب هذه رايحه بالماضي انسانه في الماضي. اليوم اجواء كبيره بعلاقة جوليا، راك حاضر دائما مع المحبين تاعك، واش تقول لنا بشكل عام؟ طبعا اليوم رانا في ملعب اللي ندلنا النجمه الاولانيه هنا في هذا الملعب بالذات، اللي كنا ضد فريق اللي راح نلعبوا معاه اليوم في النصف النهائي اللي هو نيجيريا، وفزنا عليه في بدايه المقابله وفي بدايه الدوره في 1990 وين ربحناه بخمسه مقابل واحد بقياده ماجير واللاعبين اللي كانوا موجودين، وفي النهائي فزنا عليهم بهدف مقابل صفر في النهائي. اليوم يتكرر السيناريو المره الثانيه ونحن الان في هذا الملعب اللي كان اجواء رائعه. تخيل هذه الجماهير موجوده اليوم في القاهره، موجودين في القاهره يلعب هنا طبعا وفي هذا المكان بالذات في هذا الملعب كنا فزنا بهدف مقابل صفر. السيناريو يتكرر مره ثانيه يا اخوتي ان شاء الله، اقولها قبل المقابله ب 100 دقائق فقط، والله صدقوني ان المنتخب الوطني راح يتلاقى مع فريق السنغالي وحنفوز عليه بنتيجه عريضه ان شاء الله، هذا ما اتمناه.
قلت لي بلي رايحين للنهائي؟ انا قلت منذ بدايه هذا الكاس قلت بلي النهائي الجزائري سنغالي وسيتكرر، ستتكرر التاريخ ويتكرر كل شيء. 29 سنه ونحن ننتظر هذه الجماهير. عيب اليوم نخليو هذا الجمهور. برافو 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 لكل اللاعبين الجزائريين، لكل الطاقم الفني والتقني وكل شيء. رساله للسنغاليين، النهائي مضمون جزائري. شوف يا السنغاليين، كنا ربحناكم في اول لقاء تاعكم معنا في بدايه الافواج الفوج تاعكم، كنتوا معنا كنتوا سوزيام، تبقوا الثانيين وحنا الاولانيين ان شاء الله. هذاك الساعه حسن شيخ كيفاش عشت 90 دقيقة؟ عشتوا كما أنتم، كما أيها الناس هذو، كل ملعب 5 جولة في خدمة الشعب الجزائري. 1 2 3 في فالا الجيري. التنظيم اليوم كان محكم؟ محكم، راك تشوفوا فيه الله يبارك، صافي بليزير. فرحة عارمة، فرحة كبرى، فرحة كبيرة للشعب الجزائري. فرحة كبيرة للإنسان الجزائري، فرحة كبيرة للكرة الجزائرية. والله إننا فرحانين بزاف بزاف. اليوم اللي وش القريدات بها اليوم أريد ربحنا عليها. أي إن شاء الله، دائما أريد مع الرياض، دائما أريد مع الجزائر، مع المنتخب الوطني. شفناك عشت المباراة على الأعصاب. إي الحمد لله. وشفناك تفاعلت مليح مع محرز. نعم على طول. اليوم ملحمة أم درمان، قول لنا إن شاء الله. ملحمة أم درمان. شيخنا وش قلنا على التأهل اليوم؟ يعني هو في الحقيقة تأهل مستحق، وكنت قبل المقابلة كهدت أحد القنوات التلفزيونية قلت الجزائر تفوز 2-1، راهي فازت 2-1، نضربوا موعد إن شاء الله في المقابلة النهائية والتتويج إن شاء الله يوم الجمعة ضد السنغال. أريد راح تعاود هذا الشيء في النهائي. نعاودوها إن شاء الله يوم الجمعة في نفسها. يوم الجمعة إن شاء الله، يوم الجمعة إن شاء الله يكون احتفال وملحمة كبرى في هذا الميدان إن شاء الله. إن شاء الله. في هذا الأستاد إن شاء الله. عندك ساعة. إن كاليفيكاسيون. Comment vous avez vu le match? Des félicitations. On a vu un magnifique match. J'étais vraiment très très contente d'avoir pu assister avec tous les supporters de 5 juillet. On a vu un magnifique match et une victoire bien méritée parce que l'équipe a mené dès le début. Mais aussi bien méritée par l'équipe, mais bien méritée par les supporters. Parce que toutes les 70 000 personnes et les 43 millions qui ne sont pas dans le stade, bien sûr, je serai ici. Autant de plus que je représente la Hongrie. Le stade de 5 juillet a été dessiné par un bureau d'études de Hongrie. Merci. C'est identique avec notre. لا كوبا هذه تقابلنا غالية، تحجبناها بعكر بالعرق تاعنا وحاجة واحدة أخرى، أقسم بالله هذا الشعب ينسى لا كوب دافريك وحتى لا كوب ديمون. 1 2 3 احنا الجزائر معولين عليها بها ولا بلا بها، ولادنا إن شاء الله احنا الكأس نجيبوه بها وجايين بها ورابحين عليها. وأنا نقول شوف، نقول للجمهور تاعنا اللي راه في مصر، نقول لكم كيما نقيتوا الصاد كملوا في هذيك الحاجة وحتى واحد أخر، ما تجوش من لاكوب دافريك، جيبوها وارواحوا. إن شاء الله. السنغال خويا. السنغال نربحوهم كاع، جيب جيبهم كاع. مازال السنغال، مازال السنغال، مازال مازال السنغال، مازال مازال. كيفاش المباراة كان هذي؟ لعقوا بالله فينال ان شاء الله، لعقوا بالله دعينا ان شاء الله وربحنا ان شاء الله، ولعقوا بالله فينال، لا فينال ان شاء الله. سيدي قال مازال مازال، ولا الحمد لله يا اخي، لعقوا بالله فينال ان شاء الله، ان شاء الله خويا ندو لا فيكتوار، لا فيكتوار في الرسول. نربحوهم كاع، نربحوهم كاع ونروحوا للسنغال. وحبينا نلعبوا مع تونس باش نهو السنغال نربحوها 2-0. مبروك علينا ومبروك علينا وان شاء الله لا كوب لينا، نجيبو كحلوسه ان شاء الله يا ربي، نجيبو كحلوسه. المباراة عشتها، نقول لك حاجة قوية بزاف بزاف، نشكروا الشعب الجزائري ونشكروا بيان منتخب الجزائر. 1 2 3 ان شاء الله نربحوا. 1 2 3
ان شاء الله نربحوهم كاع، ان شاء الله كوب لينا لهذا العام ان شاء الله. هو شعب لا يحزون صحيح صحيح محرز ومحرز ومحرز او محرز ولا قبه الكحلوش ان شاء الله وتحيه للباليسترو ديس الخضاريه تحيه المحرز تحيه المحرز حنا مولي فرحنا اليوم احنا مغاربه وجينا سيبورت وفي محاربين الصحراء في محاربين الصحراء نربحوهم كاع محرز محرز ان شاء الله ان شاء الله لا فينال لينا ان شاء الله زوج نجمات لينا خليها تهضر خليها تهضر حاج عاودي هضر بلا قلب يرحموا والديكم هيا روحي واش نقول لك الشعب الجزائري نشكر الشعب الجزائري بزاف 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 اللي ساهم في الاخر والمباراة وحارب الصحراء وحارب الصحراء وحارب الصحراء كيفاش 90 دقيقة درنا اليوم؟ والله كانت مباراة صعبة جدا وعندنا كيبا بيان ونثقوا فيها وان شاء الله لا فينا تجيبها لنا وان شاء الله مع السينيغال نربحوا 3-1 ان شاء الله ان شاء الله تحية الجزائر وتحية بالماضي ويحيى ليكيب ناسيونال 1-2-3 في فالانجيري كيما السينيغال علي روتور خويا كيما السيناريو تاع 90 مع نيجيريا بروميير ماتش فينال مع نيجيريا اليوم بروميير ماتش مع السينيغال فينال مع السينيغال ولا كوب لينا ان شاء الله زيدوا السينيغال ورانا ملاح مازال السينيغال مازال 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 السينيغال مازال 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 السينيغال 1-2-3 فيفا لاجيري 1-2-3 فيفا لاجيري 1-2-3 فيفا لاجيري 1-2-3 فيفا لاجيري 1-2-3 ومحرز محرز فرحتنا الله يفرحك وليكيب ناسيونال مازلنا نجيو ليكم المصر مازال نجيو ان شاء الله بربي والقله تاعنا الحمد لله اللي فرحتونا الحمد لله هذا الفوز تحققنا اليوم ان شاء الله وان شاء الله كبرينا هذا العام ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي تسقم البلاد برك هذا باكا ولا فينا طاحت من الجبهه مع الحيره رانا حسنا عليهم بزاف على خوتنا توانسه والله رانا حسنا عليهم بزاف عليهم بصح ان شاء الله هذه لاكوب نهديوها ان شاء الله للتوانسه والمغاربه والمساروه وكل مساهم وكل واحد ان شاء الله يحب الخير بلادنا ان شاء الله نحبوا له الخير ان شاء الله والعقوبه الله فينا ان شاء الله وانتم لاكوب مازال مازال السينيغال مازال مازال هذاك الاربيت هذاك الاربيت دار غير لعب يا اخو دقا لمقول الحي يا اخو نقول الحي احنا نحبوه ما نديرناش نقول الحي يا اخو يا اخو هذاك الاربيت والله ما يحشم يا اخو هذاك الاربيت دنا لمبولحي مبولحي بري وليد عامل يا اخو مبولحي حق ربي واحد حمد واس مبروك علينا مبروك علينا خويا وان شاء الله ان شاء الله بنجح وجبنا الفيكتوار كما اليوم محرز دار هدا وجاب لنا ديمي فينال ان شاء الله يا ربي ندو الكحلوشه ونجيبوها ونولوا العصابه يتلعبوا كاع محرز عاودها مبروك علينا خويا مبروك علينا الجزائر 45 مليون نقولوا يا محرز فرحتنا ويا بو نجاح انا حابينك تجيب لنا كاس الكحلوشه يا بو نجاح اسامه كيف تحس المباراه تاعك والله ماني ميماجيني بلي انا في لافينال فيفا لا جيري الحاجه كيفاش شفتي 90 دقيقه تاعنا اليوم تاع المباراه كانت سيتي سوربريز ما كانش الله يبارك يعطي الصحه محرز كنت تستنى حسيت بالك ما كنتش تستنى فيها مي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله توصل الجزائر ان شاء الله المدرب واللاعبين دائما يقول لكم انتم البركه لازم تدعيوا لنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والله المره الاولى اللي جيت للسطاد هانا فرحنا ودرنا حاله الحمد لله حاجه مبروك علينا العقوبه لا فينال ان شاء الله 1-2-3 في فالا العقوبه لا فينال ان شاء الله نضربهم 3-0 ان شاء الله لا كوبلينا حتى واحد ما يديها ولا قوب ونحو القلب انت مثيرة حتى دقيقة الأخرى باش ماركينا كيفاش عشت اللقاء؟ أو ستريس انكرويابل ستريس انكرويابل يا خويا اوروزمون ماركو اوروزمون بون كاينين بون بروميير ميطون اون افي اون بون ايكيب كانوا يدوروا بالون نيجيريا كانوا يلعبوا للور دوزيام ميطون نيجيريا خرجوا دونك حنا ولينا للور ومع لا فاتيك تاع الكوت ديفوار باسكو لعبنا 120 دقيقة دونك العيار بان علينا بزاف مي مع الاخر محرز قيمة تاع واسمو مانشستر سيتي دونك يعطيه الصحة دونك باين حطها في الباكي فوالا يا خويا حاجة برك البيت تاع محرز يسوى الملاير يا خويا هذه هي
ومبروك علينا وان شاء الله. هل كنت تستنى انت يسجلها محرز هذه؟ والله غير تقدر تقول بالك قلت بالك يحطها ان شاء الله. مازال السينيغال مازال 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 السينيغال مازال السينيغال مازال صعيبه شويه وشنو هو الجزائر عندهم خطه مليحه تفضل بالماضي بيان سور لعبوا خير من نيجيريا. نيجيريا كانوا خايفين من الجزائر يلعبوا غير الهجومات المعاكسه ويوليوا اللورا باسكو خايفين، والجزائر تستاهل التأهل هذا وان شاء الله نهار الجمعه يجيبوا الكحلوشه ويروحوا ان شاء الله. الحمد لله والله العظيم كانت شيقه ما شاء الله والله غير لي زيموسيون لي الحمد لله يا ربي حقرنا الحاكم ربي جاب لنا حقنا ربي ما فيه غير الخير. هاد العب لاكوب لينا في بلاجيري ان شاء الله باذن الله. تحيه الجزائر خويا يعطيكم الصحه وفيف لالجيري بالماضي يعطيك الصحه من قلبي منا لمصر متزايل لمصر خويا. الحمد لله يا ربي الحنين على الفرحه هذه الحمد لله يا ربي على الفرحه هذه ونشكر الفريق ونشكر كل جزائري. وانا اختكم جيت من الشرق هنا على جات مع خوتي الجزائريه ان شاء الله لاكوب ان شاء الله لاكوب اخوتي ونديوها كما فرحونا فرحه ربي يفرحهم ان شاء الله لكم هذا العام تكون لينا ان شاء الله. وان تو تري بي مالاجيري جزائر كامله الي فرونسيز ماشي جزائر كامله ان شاء الله نجيبوا لاكوب ونجيبوا الكحلوشه ونجيبوا الكحلوشه وان تو تري بي مالاجيري حي تيزي غني حي عمرك ها 80 سنه 80 سنه تهديني من المباراه امين.